مرحبا بحضراتكم اكيد انا وكريم، واول فقره حواريه وهنتكلم فيها بقى عن القادم في النادي الاهلي او للنادي الاهلي طبعا اللي بدا بموسم يعني جديد وبدايه كانت قويه الى حد كبير. لو بتتكلم على صعيد طبعا كل المسابقات المحليه بالدوري والكاس وكمان هنقدر نقول في دوري ابطال افريقيا. الاهلي والتحديات الفتره اللي جايه محليا وقاريا، وطبعا هنتكلم بالتفاصيل بقى عن مباراه اليوم بين الاهلي والاسماعيلي، كل ده مع كابتن عادل تعيمه طبعا النجم المنور نجم الاهلي السابق. صباح الهنا. صباح الخير يا فندم. منور الدنيا كابتن عادل، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام. اعتقد حضرتك يعني سعيد باللي تابعته مع النادي الاهلي الفتره الاخيره وسيناريو الثلاثيات والرباعيات في كل الماتشات اللي خضناها حتى هذه اللحظه، رايك ايه في الصوره والشكل العام اللي ظهر بيه النادي الاهلي مؤخرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا بقالنا 10 سنين او اكثر النادي الاهلي دايما المواسم دايما هتبص تلاقيها متصله مع بعض، ما بياخدوش فتره اعداد ودايما ما فيش اجازات. طب. فالاول مره بعد 5 بطولات من 5 بناخد 20 يوم اجازه، ودي اعجاز يعني. طبعا. ما حصلتش بقالنا مده كبيره جدا اللعيبه ما اخدتش والجهاز الفني ما خدش الاجازه ال 20 يوم. بس في نقطه تانية، في برضو لبعض الناس مش واخدين بالهم منها، ان فتره الاعداد بتاعتنا ما اتعملتش. يعني الاهلي سافر يوم 28 ويوم 4 13 او 14 لاعب من المنتخب القومي ثم المنتخب الاولمبي راحوا مع المنتخبات الى جانب طبعا اللعيبه الاجانب اللي كل واحد سافر مع منتخب. عشان الراجل يعمل ماتش ودي ما عملش غير ماتش ودي واحد، ثم لما رجع لعب مع الطلائع. لكن في كل الاحوال الاجازه ال 20 يوم الى جانب الفتره ديت ان احنا فتره الاعداد مفروض تبقى مينيمم 3 اسابيع او 4 اسابيع. ما عملش الكلام ده. في اوروبا كل فتره الاعداد بتبقى تقريبا شهر، فالراجل اخذ يا دوبك ايام قليله جدا. الماتشات الوديه اللي هي بتعمل اللعيب او اللي هي بتبقى الماتشات اللي هي بتجهزه علشان يبقى فت في الماتشات، الكلام ده هو الراجل بيستغله في الماتشات الرسميه. تخيل يعني المفروض في الماتشات اللي هي اعداد للدوري الراجل بياخدها رسمي. ايوه. فحصل بقى ان احنا لعبنا المصري ثم 2 سان جورج و الماتش اللي فات مع انبي في الكاس. فبيستغل الماتشات ديت في عمليه تجهيز اللاعبين كفتره اعداد ومباريات متدرجه. بس واضح ان التجهيز تم على اكمل وجه بدليل النتيجه اللي احنا شفناها. ما هو النتيجه لان الراجل برضو لازم تفهم ان الراجل بيشتغل علمي. هتبص تلاقي عمليه التدوير اللي هو بيعملها مش عشان اللعيبه مجهده. لا، ده هو بيعمل اعداد للعيبه علشان ياخدوا الماتشات، كل واحد ياخد جرعه معينه من التدريب من الماتشات علشان يجهزوا لما هو قادم. انما ما فيش لعيبه مجهده ولا حاجه، لانك انت في الفتره ديت انت بتعمل ماتشات علشان الماتشات الرسميه انت بتستغلها انك انت تجهز كل اللعيبه بحيث ان هم كلهم يبقى 8.5 من 10 كلياقه بدنيه ولياقه فنيه. فالفترة دي طبعا بيستغلها استغلال جيد جدا، وربنا سبحانه وتعالى بيوفق ان انت في الفترة ديت ربنا بيوفقك جدا انك انت في عمليات الاختيارات في التشكيل الاصابات بقت اقل جدا من كل المواسم اللي قبل كده نتيجة عملية التدوير اللي الراجل بيعملها. مش بيعملها بالعين المجردة، ده بيعملها الراجل بتاع الاحمال، الجهاز اللي طبعا شغال معاه بالاحمال اللي هم بياخدوها. كل لاعب ليه قياسات معينه سواء من حيث قوه العضله من الجهاز التنفسي، وهتبص تلاقي ورا اللعيب في جهاز كده محطوط في الفانيلا في الماتشات، تلاقي علي معلول في ورا كده حاجه جهاز كده علشان نبضات القلب وعلى الاكسجين اللي في الدم وقوات العضلات. قياسات يعني كلها قياسات. فيبقى عارف ان انا علي معلول النهارده هريحه الماتش اللي فات لما لعب ديبيسي، كريم الديبيسي لما لعبه وريح علي، وهكذا. هتبص تلاقي حسين الشحات بياخد فترات، عبد القادر بياخد فترات، بيرسي تاو بياخد فترات، امام عاشور بياخد فترات، كل واحد بياخد فترات معينه بحيث ان هم يبقوا جاهزين للفتره اللي جايه ان شاء الله. جميل.
طيب انا عايز اتكلم شويه يعني فنيا كابتن عادل برضو لو تسمح لي. يعني انا دلوقتي لما اجي اقول عن الاسماعيلي اللي انا بواجهه في الموسم ده غير الاسماعيلي شويه اللي بواجهه بالموسم اللي فات، غير الاسماعيلي بتاع التسعينيات طبعا، فارق كبيره جدا فنيه. وحاليا احنا بنتكلم ان فريق يكاد يكون يعني بيعاني من امور عديده، ومنها طبعا عدم الاستقرار الاداري، لكن في الوضع الحالي هو معاه كابتن ايهاب جلال، وكابتن ايهاب جلال من المديرين الفنيين اللي اوقات كتيره بيعمل فارق مع الفرقه، وكان انا ذكرت ده في الانترو كان مع المقص على سبيل المثال. البعض قال لك ممكن كابتن ايهاب يستطيع ان هو يرجع تاني مستوى الاسماعيلي زي ما عمل مع المقصه، يقدر يعمل مع الاسماعيلي. الاسماعيلي في حاجه دلوقتي او في حاجه ماسه الى تغيير شامل في كل حاجه بصراحه، لان لو فضل بهذا الشكل البعض بيتوقع انه لو هو كان على الاواخر كده او بالصدفه نجا من الهبوط الموسم اللي فات ربما يهبط هذا الموسم، وطبعا ده شيء اعتقد مش هيسعدنا تماما يعني. والله طول عمر النادي الاسماعيلي والنادي الاهلي علاقتهم كانت طيبه جدا، وانا قلت مرات عديده ومديده بس الناس مش يمكن مش عايزه تسمع انه النادي الاسماعيلي كان بياخد لعيبه من النادي الاهلي، كان واخد هاني مصطفى الله يرحمه في بطوله افريقيا وكان النادي بيعيره ليه. النادي الاسماعيلي كان بيلعب ماتشات وديه الاهلي والاسماعيلي ضد الفرق الاجنبيه في ملعب النادي الاهلي. فمع تغيير الادارات، الاداره مهمه جدا في اي نادي علشان يبقى فيه استقرار فني واداري لفرقه الكوره بالذات، لابد يبقى فيه استقرار اداري ومادي. الكلام ده بينعكس على الامور الفنيه، وعلى فكره السؤال كريم كان كله فني، لان قلنا فتره الاعداد الراجل بيستغلها بالشكل الفلاني، بيوزع الاحمال بالشكل الفلاني، كل ده طبعا كلام فني يعني. طبعا بالنسبه للنادي الاسماعيلي في الفتره اللي فاتت ممنوع القيد. ممنوع القيد ليه؟ لان الامور الاداريه لعيب يجيبوا لعيب ويمشي من غير حتى ما يشوفوه، وبعدين الراجل يروح يشتكي فبتتراكم الاموال اللي عليهم، وبالتالي بتختاري مدير فني ما بيقعدش ثلاث ماتشات وبعدين يتغير. يعني شفنا قد ايه اكتر من مدرب بيجي يلعب ماتشين ثلاثه وبعدين تبص تلاقي عمليه تغيير. عمليه التغيير دي طبعا قاتله بالنسبه للاعب وبالنسبه للفريق. حضرتك داخله على رايحه لاربع خمس دكاتره، اربع لا قدر الله يعني اربع خمس دكاتره، كل دكتور هتروحي له بيكتب لك روشتة شكل. الروشتة شكل دي كلها مختلفة، انت هتاخد ايه؟ لان التشخيص بتغير من واحد للتاني. فاللعيب النهارده انا بدي لك تدريبات معينة واحمال معينة، انا بتغير بعد ثلاث اسابيع، بيجي مدرب تاني بفكر تاني، يدي احمال تانية، طريقة لعبه مختلفة، قرايته للعيبة مش عارفها، كل الامور دي بتنعكس اداريا وفنيا على الفريق. طب ازاي ده حاصل؟ يعني في الوقت اللي حضرتك كنت فيه واحد من نجوم النادي الاهلي في الملعب، كان في الوقت ده عز مجد الاسماعيلي وعز مجد المصري وعز مجد الاتحاد السكندري وعز مجد انديه كتير، حتى البعض منها ما بقاش موجود خلاص. ازاي نسيب انديه تاريخيه وجماهيريه وشعبيه بالشكل ده توصل للحال المتردي اللي هي وصلت له ده؟ شوف حضرتك مثلا النادي الاسماعيلي كان مين رئيسه؟ عثمان، احمد عثمان. طبعا اكبر يعني راجل معماري في العالم طبعا. العربي وفي اسيا وافريقيا وعامل مشاريع في العالم كله. طبعا. وكميه التواضع، وانا اول ما اتخرجت اشتغلت فريق مرتجي، اخذنا انا وصمد منعم واشتغلنا في المقاولين العرب عنده. شوف الاستقبال اللي قابلهولنا وبيعيننا واحنا بنشرب الليمون بيعيننا، وبعدين عايز يتصور معانا في مكان معين. كابتن عادل انت فاكر الليمون انك بتشربه وانت بتمضي؟ ذكريات يعني. قهوه كانوا بيشربوا قهوه. انا بقول لك شوفي حضرتك واحنا قاعدين مع الفريق المرتجي ان اخذنا، شوفي مجرد ان احنا الحاجه اللي احنا بنشربها ما خدناش ثواني، وبعدين هو كميه الوظائف اللي عنده وكميه الشركات اللي عنده، مع ذلك كميه التواضع بيقابلنا. ايوه انا فاهمه بيقابلنا المقابله المحترمه. وبالتالي طبعا لما يكون الاداره بحجمها فيها التواضع وفيها يجيب مدرب بيستمر معاه، بيطلب اللعيبه بيجيبها له، كل الامور اللعيبه كلها متامنه من مرتبات الى خلافه، الادوات والاجهزه. احنا زي ما بتشوف في النادي الاهلي المدرب لما بيطلب اي حاجه الحاجه دي بتيجي، وكذلك في كل الانديه خاصه الانديه الشعبيه اللي بيجي رئيس نادي للاسف في بعض الانديه واللي هي جماهيريه بيبقى مدي ودانه
لبعض من العناصر اللي هي متعصبة في الشارع علشان يتقال ان انا فلان، فانا النادي الاهلي مين اكبر نادي في مصر؟ النادي الاهلي. طب انا بقى انال منه. يبقى المباراه بتاعت النادي الاهلي تبص تلاقي الثلاث نقاط بتوعها غير اي ثلاث نقاط اخرين. طب ما خلي الثلاث نقاط بتوع الاهلي هم بتوع الزمالك، هم بتوع الجونه، بتوع الداخليه. يعني دايما تلاقي فيه شد عصبيه بتبقى موجوده. طب ليه؟ عشان يعني هو بيلعب الافضل، وطبيعي لما اكون بنافس الافضل لازم بيبقى عندي شد، بيبقى عندي ضغوط، عايز ابان في افضل حالاتي. يعني انت شايف ان الوضع الطبيعي ماتشات الاهلي والاسماعيلي بتبقى طبيعيه على مر التاريخ؟ يعني لا، يعني انا ضد اي تعصب في اي ماتشات، لكن ان انا في الفترات يبقى قوه زايده من المنافس او زي ما بيتقال كده استعداد مضاعف، ده مطلوب. بتبص تلاقي النغمه اللي بتتقال باستمرار، ودي طبعا انا ما بحبذهاش، لان الرياضه اولا نمره واحد اخلاق. اكيد نمره واحد اخلاق، وبعدين بتيجي اي حاجه تانية. فلما يبقى انا كنادي اهلي وانا بلاعب نادي الاسماعيلي، ايه المانع ان احنا يبقى في تنافس شريف؟ وكل مره يتقال هو النادي الاهلي ليه ما بيلعبش ليه في الاسماعيليه؟ هو النادي الاهلي هو اللي بيقرر. طب النادي الاهلي وارد جدا يتمنى ان يلعب في الاسماعيليه. الاسماعيليه دي ما هي مصر، يعني انا هلعب في الاسماعيليه، مش بنتكلم في دوله ثانيه. فعلا صحيح. يعني فانا كل مره يطلع عضو مجلس الاداره يقول لك ايه؟ يقول لك احنا عايزين الاهلي جن. طب الاهلي يتمنى يجي. يمكن امبارح اخرها التصريحات كانت مع هاني حتحوت على زميلنا العزيز، كل يوم يعني ده امبارح. ما هو ليه كل يوم كده؟ لان التعصب اللي بينتج عنه عصبيه بقى امر واقع في المنظومه الكرويه من ناحيه، وفي التغطيه الاعلاميه من ناحيه ثانيه. بقى دلوقتي كل الناس بتدور على اي حاجه ممكن ينتج عنها اختلاف وجهات النظر، اثاره جدل، عشان يبقى في مشاهده. الاسماعيليه يتقال ان انا يعني نلت النادي الاهلي. يا اخي الامن هو اللي بيقرر اذا الماتش بتاع الاهلي في الاسماعيليه، الامن يقرر الاهلي هيروح بكره، هيروح أكيد النهارده أكيد. هيروح امبارح. فانت على النغمه على طول شغاله. طب وبعدين؟ طب ما الاسماعيلي لو جه هنا لعب في القاهره والاهلي لعب في الاسماعيليه، الوضع طبيعي. بس انت ليه بتنفخ في الجير ده؟ وبعدين لابد يبقى فيه نهواندو يا كريم، المفروض يبقى فيه علشان عمليه التعصب دي لازم يبقى فيه وقفه. الوقفه دي اولا لازم تبقى اخلاقيه من كل واحد، من هنا ومن هنا ومن كل حته، الى جانب يبقى فيه حد بيحاسب كمان. التعصب ده خلفيته ايه؟ طبعا. طيب خلينا برضو نذهب شوية فنيا واتكلم عن المنافسة ما بين الأهلي والإسماعيلي حاليا. وأنا لما أجي أقول مثلا الوضع الحالي للإسماعيلي، فوارق كبيرة جدا، والبعض قد يرى أن المباراة دي فنيا يعني هي في صالح النادي الأهلي بنسبة 95% لأن الإسماعيلي مش في الوضع السليم بتاعه، مش في أفضل حالاته، عدم استقرار إداري زي ما بيتقال كده، نفسيا مش أفضل شيء، الاستعدادات برضو مش أفضل شيء. أنت بتتكلم عن كابتن إيهاب جلال، يعني شهور قليله جدا، تقريبا شهرين من بدايه الموسم، وفتره الاعداد برضو بفتره الاعداد يعني، فلسه اللعيبه متذبذبه، لسه طبعا في قلق، بيحاولوا يهربوا من الهبوط، ففنيات في جاب كبيره جدا. ولكن اللي انا عايز اعرفه، بما ان احنا اتكلمنا عن تفاصيل الاسماعيلي، طيب ما هو ده ممكن يكرر تاني، يعني ممكن تجربه كابتن ايهاب جلال تبقى زي التجارب السابقه، ما يبقاش في مرتب، اللعيبه كده كده عندها مشاكل ان هم ما بيحصلوش على مستحقاتهم، فكل ده ممكن ينتج في النهايه ان ما يبقاش في اصلا فريق اسماعيلي، وتلاقي نفسك ما بتنافسش فرقه اصلا. وممكن النهارده المباراه مجرياتها تبقى ان انت مش شايف لعيبه بتلعبك اصلا، يعني قد يحدث. لا، هم عملوا ماتش كويس مع الاتحاد وكسبوا الاتحاد تاني ماتش ليهم من بدايه الموسم، وادوا اداء جيد جدا، وكان في حماس وفي جديه، وفي برضو نتيجه ان بقى في استقرار شويه، ان في انتخابات، في رئيس ابتدت يعني رئيس مجلس اداره جه جديد مع مجلس. بنتمنى بلاش التصريحات اللي فيها عنصريه وفيها استفزاز للناس، وخلي يعني بلاش يعني ما تخاطبش جماهير الاسماعيليه، خاطب كل الجماهير اللي موجودة في مصر، ان انت راجل مصري ودي كرة قدم للاستمتاع. دي نقطة. الجانب الفني لا، هم يعني طبعا القيد، عملية القيد واقفة، لا زالت واقفة، وبرضو كل يوم في قضية تانية للأسف. في حوالي 8 أندية عندهم إيقاف قيد في مصر، تخيلي. فطبعا هو طبعا إيهاب مدرب شاطر من الناحية النفسية، يعني بيقرب للعيبه زياده، كويس بيقرب للعيبه زياده شويه، صحيح، وبيدي لهم ثقه. لكن ما يقدرش ان انا اخلي لاعب
مستواه الفني 6 من 10 اخليه 9 من 10 في خلال شهرين. صح، بتبقى العمليه صعبه جدا يعني. انما هو ما فيش شك عمليه الاستقرار الاداري ان في مجلس اداره هيوفر مرتبات اللعيبه، الاجهزه الفنيه هتبقى فيها نوع من الاستقرار بالنسبه لمرتباتهم، لمعسكراتهم، للبسهم. انت عارف حضرتك عشان تروحي تلعبي ماتش مثلا في الاسماعيليه راح اسكندريه بتحتاجه كم من الفلوس علشان معسكر وبعدين الفندق والعربيه ومكافئات الفوز والحاجات دي والحكام والاخره، دي كلها محتاجه مصاريف. اذا النادي ما فيهوش الموارد الماديه، وبعدين الاداره مفروض نمره واحد في شغلها انها توفر الموارد الماديه. طب لو نادي شعبي وليه تاريخ وليه جماهيريه وامكانياته الماديه اصبحت لسبب او لاخر شبه معدومه، نسيبه يموت؟ لا، ما يعني دلوقتي ما في قانون الاستثمار في الرياضه، وهتبص تلاقي نادي الاهلي بيستثمر، بيعمل فروع، بيعمل جذب لبعض رجال الاعمال علشان ياخدوا زي ما تشوف انت الاعلانات النادي الموجوده. النادي الاهلي برضه في نادي مستقر اداريا وفنيا وامكانياته معقوله جدا بالمقارنه بغيره، وعنده الفكر الاستثماري اللي بيعود على النادي وعلى كل الرياضات بعائد يخلينا نحافظ على الصداره اللي احنا متصدرين بيها معظم الرياضات الحقيقه. لكن في انديه تانية اقل حظا بكتير من النادي الاهلي في هذا الاطار، الدوله دورها فين؟ الاتحاد دوره ايه؟ والله ما هي بتبقى العمليه عمليه تجاريه بحته، لكن مثلا الدوري الانجليزي بتبص تلاقي عمليه البث الفضائي الى جانب اتحاد الكوره بيبقى فيه مبالغ معينه بتطلع بتتوزع على الانديه الى جانب البث. طبعا بيبقى بيختلف من نادي لنادي اكيد طبعا، لان طبعا الشعبيه مع الاعلانات مع الحاجات دي بتبقى في فئات يعني ليها فئات يعني طبعا. ف برضه بيبقى فيه دور الدوله، واعتقد ان الدوله قايمه يعني وزاره الشباب بتدي معونات باستمرار للاتحاد وللاسماعيلي وللانديه الشعبيه. ودايما بنقول دايما مفروض ان احنا الدوري بتاعنا دوري جماهيري مش دوري شركات. دوري الشركات على عيني وعلى راسي، طب حلها ايه؟ قلنا يبقى فيه لو في نادي شعبي وامكانياته الماديه قليله، فايه المانع ان دوري نادي شركات او دوري يرعاه ويلعب باسمه؟ يعني مثلا سي البنك الاهلي مثلا ما ياخد طنطا عنده جمهور، ياخد اسوان، ياخد اي نادي من الانديه الشعبيه وهو بامكانياته الماديه، يبقى بيختلطوا مع بعض. الكلام ده على فكره اللي انا بقوله موجود في الجزائر من 20 سنه عملوه، وبقت الانديه كلها معظمها شعبيه بعد ما كان يعني الفكره دي اتجربت وتنفذت واتنفذت، لان احنا خدنا قرار خطا جدا انك انت دخلت المؤسسات والشركات في لعبه جماهيريه. فتبص تلاقي حضرتك امبارح بتتفرج على ماتشات المدرج فاضي خالص. طب النادي الاسماعيلي النهارده لما انا يبقى عندي الجمهور مالي الاستاد في كل الماتشات، ده مش ايراد؟ طب لما انا حوالين الاستاد عندي ما يسمح لي ان انا اعمل محلات، ان انا استثمر في الشعار بتاعي، والنادي الاسماعيلي نادي محبوب جماهيريا في كل مصر. فلما انا ممكن انا بحب الاهلي بس برضه بحب الاسماعيلي في نفس الوقت. واحنا نقدر نقول الى اي درجه كابتن عادل يعني رجال الاعمال ورجال التجاره ورجال الصناعه مقصرين؟ المفروض يبقى لهم دور وقول في اللي بيحصل ده. ما هو رجل الاعمال عايز برضه الى جانب حبه وانتمائه للنادي، محتاج برضه ان هو مش هيدفع، يفضل يدفع على طول زي رئيس نادي الاتحاد. يعني الراجل بيصرف من جيبه في فترات كبيره جدا ومفيش اي مردود. لا، المفروض ان انا هدفع مره بس لابد يبقى فيه مسانده، من ان انا ابقى الاقي مقابل. فانا هدي لك السنه دي، طب وبعدين هفضل ادي لك على طول؟ لابد النادي ما يعتمدش على رجل اعمال. الرجل اعمال لو هيدي مبلغ، المبلغ ده يتحط في كنوع من استثمار للنادي. انا هديك مليون جنيه، هديك 10 مليون جنيه، ال 10 مليون جنيه بدل ما تاخدهم وتصرفهم، لا حطهم في مشروعات كل سنه تجيب لك ايراد. وكذلك لما بيكون في 5 6 رجال اعمال بيدعموا نادي الاسماعيلي او نادي الاتحاد او اي نادي، بيدفعوا المبالغ ديت بيتحط في مشاريع استثماريه تدي مدخول باستمرار مستمر للنادي اللي هو بيتولاه.
طيب هنروح يعني بطولات محليه ونروح لدوري ابطال افريقيا، ونروح ونرجع طبعا للعديد من النقاط، بس هتكلم عن دوري ابطال افريقيا. بعض برضو الناس شايفه ان فرص الاهلي يعني مش هقول الافضل حاجه، في ظل طبعا التنافس والفرق كمان المنافسه اللي هي عندها من الطموح كتير وعندها برضو من التطوير في الكره بتاعتها بشكل كبير جدا. خليني اروح بحضرتك برضو للنقطه دي، وتحديدا فرص الاهلي في هذه البطوله. كالعادة بإذن الله تعالى فرص النادي الأهلي فرص قوية جدا. هو بس بيبقى لنا ملاحظة صغيرة كده، أنه أنت عارف الاتحاد الأفريقي كان معظم الكفاءات اللي موجودة كفاءات عالية جدا وعندها خبرات في عملية تحديد المباريات وتحديد المواعيد للبطولات بشكل رائع جدا، بحيث أن الأندية ما تنضرش. على الأسف الزملاء الموجودين في الاتحاد الأفريقي دلوقتي واللي ماسكين المواضيع ديت خبراتهم قليله، طبعا ما فيش القصد بالاضرار باي نادي وخلافه، لكن بص تلاقي المواعيد متضاربه. يعني تلاقي مثلا ايه النادي الاهلي لما راح كاس عالم للانديه بيلعب وفي بطوله افريقيا بتتلعب، والنادي الاهلي يروح بكام لعيب كلهم معظمهم اشبال والقوام الاساسي 9 منه مش موجودين في المنتخب الاولمبي. برضه بتتكرر المره دي، هتبص تلاقي النادي الاهلي في كاس العالم هتبص تلاقي داخل في نفس الميعاد مع بطوله افريقيا، لذلك حتى الماتش بتاع شباب ورزداد هيتاجل لانه جاي في نفس الميعاد بتاع كاس العالم للانديه، فعمليه الخبرات اللي موجوده في الاتحاد بتبقى مش موجوده. ده بينعكس على الاداء الفني للنادي الاهلي. ليه؟ لانك انت هتبص تلاقي بتخرج من بطوله لبطوله ومفيش الراحه الكافيه، لانك انت بتلعب مع سفر، يعني زي سيمبا مثلا هتروح تلعب في تنزانيا وبعدين 4 أيام هيجوا لك، فعمليه شاقه جدا، وبعدين تروح داخل الدوري وبعدين تروح رايح تاني تلعب ماتش رايح جاي تاني وهكذا. العمليه دي الجانب الفني بتاعها للاسف في الاتحاد الافريقي ما بيرعوش الجانب ده. بس دي حاجه بقى لها معانا يعني كذا موسم، يعني ما خلاص ده بقى عارف كابتن عادل بقى امر واقع، يعني انا بشتكي كل موسم او ببقى داخله الموسم الجاي، انا وكريم نبقى عارفين هنعلق على النقطه دي خلاص. بس يعني للاسف الشديد نتمنى اكيد يكون في اختلاف كبير جدا، ده ضغط كبير كمان على الجماهير يعني بصراحه. ده ما فيهوش عدل. لا ما 100% ما ده ما فيهوش عدل شديد يعني. يعني انا هلاعب الاسماعيلي النهارده تمام، انا لاعب امتى؟ اول امبارح. اول امبارح الاسماعيلي مرتاح بقاله قد ايه؟ لا كتير. طب الامر الواقع ده غير ده مش اول مره يحصل على فكره مع فرقه منافسه. طب هنفضل على طول كده؟ هنفضل غالبا. ده مش قابل للتغيير الوضع ده اللي بنشتكي منه. لابد يا اخي، علشان كده البرامج اتعملت، عشان كده، عشان نوضح للناس ان ده فيه غلط، هنا فيه خطا. ان منتخب مصر يعني النهارده واخد 8، يعني قوام اساسي في منتخب مصر. طب القوام ده لو اللعيبه دي اتصابت منتخب مصر ما يتاثرش في كاس العالم؟ فراح كاس عالم وداخل تصفيات كاس عالم وبعدين داخل بطوله افريقيا، ده مش عالم مصر؟ طب وبعدين كاس عالم انديه مش ده عالم مصر؟ اذا ما كناش نتكلم من خلال البرامج يا اخوانا تكير، خدوا بالكم الناس كلها تقف يد واحده. طب ما احنا بنتكلم بقى لنا فتره طويله جدا في الموضوع، ما فيش حاجه جماعيه يعني النادي الاهلي بس اللي بيتكلم. طب ليه كل الانديه الاربع انديه اللي شغالين في الكونفدراليه وفي الدوري، ليه الاتحاد الكوره ما يبعتش؟ يعني دايما النادي الاهلي هو اللي يبعت، طب اتحاد الكوره ليه ما يبعتش؟ يا اخوانا في حاجه غلط هنا، لازم نقف. المواعيد ديت مش مظبوطه وبتتكرر، فالموضوع ده المفروض ما يتكررش، انما بكل المقاييس طالما احنا اتحطينا في الزنقه دي، ربنا بيبعت لنا بفضل الاداره والمدرب الكفء اللي يقدر يعمل عملية الشغل الفني بحيث انها تطلع بافضل نتائج بالزبط. باقل اصابات. ما ده بقى اللي بتكلم فيه. لو هتكلم عن دوري ابطال افريقيا تحديدا، ايه الفرق اكتر الفرق اللي حضرتك شايف كابتن عادل هيكون فيها تنافسيه شديده او تخاف هقول شويه على النادي الاهلي من مواجهتهم؟ لا انا في النادي الاهلي عمري ما بخاف. ماشي ما بتخافش قلقان؟ ولا قلقان، لا بيبقى فيه نوع احترام للمنافس اتعودنا وتربينا في النادي الاهلي. تمام، ايه بقى الفرق دي؟ يعني في النسخة الحالية سيمبا في ملعبه على الرغم من النتائج اللي فاتت دي ما كانتش جيدة،
وماشي الطريقه مش كويسه، بس معاه مدرب كويس. لكن الملعب والضغط الجماهيري اللي احنا بفضل الله متعودين عليه ولاعيبتنا متعودين عليه طول الماتش، الماتشين دول، الماتش الثاني طبعا هي هنا بس بعد 4 أيام على طول، فطبعا عمليه بتبقى فيها اجهاد قوي جدا. ده القلق بس في الماتش الاولاني. أوكي. غير كده اعتقد ان باذن الله تعالى النادي الاهلي طريقه هيبقى سهل ان شاء الله. نهايات سعيده لصالح النادي الاهلي. احنا كلنا تفائلنا بعد ما شفنا 7 أهداف اللي اتحققوا في ماتشين الذهاب والعوده مع سان جورج. ده ادانا دفعه معنويه كبيره، وبطبيعه الحال الجمهور كده كده مستني من الاهلي لقب البطوله، فان شاء الله يتحقق باذن الله. باذن الله تعالى ان شاء الله. نورتنا كابتن عادل، بنشكرك على وجودك معنا جزيل الشكر. بشكرك كالعاده كابتن عادل، وجودك يعني بيسعدنا جدا. شكرا ليك. نروح فاصل سريع مع حضراتكم، نرجع خليكم معانا.